يوميا يلتحق معنا من ليون بفرنسا عبد المؤمن يحيى مكي، مختص في علم الفيروسات. أهلا بك دكتور. أهلا بك سيدتي، تحياتي وأشكرك على الاستضافة، ونترحم على كل المتوفيين بالكورونا وبغير الكورونا، لكن الكورونا يأسفنا لأنه فيه الكمال، يعني استمامة واستعمال تطهير الأيادي، لكن نترحم عليهم وندعو الشفاء للمرضى إن شاء الله. نعم نترحم عليه، إن الله وإنا إليه راجعون. دكتور عبد المؤمن يحيى مكي، نتحدث اليوم فيما يخص يعني الوضعية الوبائية مقارنة بالعالم. الجزائر يعني تشهد يوميا ارتفاع مستمر لعدد حالات الإصابة، خاصة يعني يقولوا حوالي الشهر يعني هناك ارتفاع يومي لحالات الإصابة. اليوم تم تسجيل 1023 حالة إصابة، بالأمس كانت أعلى حصيلة وهي 1038 إصابة. يعني تعليقكم على هذا الارتفاع، يعني في بعض الأحيان يتم إرجاعه إلى دخول فصل الخريف يعني كما كان متوقعا. هناك أيضا من يقول أنه عدم التزام بالإجراءات الوقائية هو الذي يسرع في انتشار هذا الفيروس. نعم، هو عدة عوامل سيدة الكريمة. العامل الأول هو الفيروس انتشر، وانتشر بشدة في الموجة الأولى، وعدد كبير من الذين كانوا معديين بالفيروس ولم يظهر عن المرض هم الشبان. والجزائر تقريبا إذا قارناها بأوروبا أو المغرب العربي بأوروبا، فتقريبا دائما العدوى تنتشر في أوروبا تقريبا شهر شهر ونص قبل ما تنتشر في المغرب العربي، وخاصة على الجزائر، في الجزائر عفوا. فالفرق هو بالنسبة للطقس، نعم طقس الخريف، نحن دائما ندخل في الخريف في أوروبا قبل المغرب العربي، وهذا نظرا لوجود بالنسبة للقارة. هذا أولا. العامل الثاني هو بالنسبة للعودة المدرسية والجامعات، وهذا ما سبب حتى من بالنسبة للموجة الأولى. الموجة الأولى الجزائر أصيبت تقريبا شهرين أو ثلاث أشهر من بعد أوروبا، وخاصة فرنسا إذا قارنا بفرنسا. فهذا العامل الثاني. العامل الثالث هو أنه الفيروس تغير وأصبح شرسا وأصبح انتشاره بكثرة، لكن هذا لا يعني نقول بأن القناع ولا حاجة للبعد المسافي ولا حاجة للحجر الصحي. وربما في من يقول خلي، سامحيني حتى أتكلم بالدرجة، خلي كي جات تجي ما عليش، خلي كي جات تجي ما عليش، هذو كثروا علينا، أنا نروح قهوة ومعليش، واللي جات جي واللي كتبها ربي هذيك هي. لا، المستحيلات. نحن مثلا أعطيك ما هي فائدة الحجر الصحي والعزل المنزلي سيدتي. نحن في فرنسا منذ أن طبقنا الحجر الصحي الشامل، لأنه جربنا الحجر الصحي بالليل من 9 مساء إلى 6 صباحا ولم يكن ناجعا جدا، قدمنا إلى 7 مساء إلى 6 صباحا لم يكن ناجعا، وهنا فرض بأكمله فعانينا. واليوم فرنسا أصبحت وصلت إلى الذروة للمنحني، وبدأنا ننقص نوعا ما، والنقص هو تقريبا 16% من النقص فضلا للحجر الصحي. فإذا كملنا بالحجر الصحي لمدة شهر نوفمبر كله وحتى البداية ديسمبر، فسوف ربما نقضي على الفيروس وننقص منه نوعا ما. ولذا المطلوب من المواطن الجزائري، أنا أخاطب المواطن الجزائري، لأنه دور وزارة الصحة أو دور الأطباء، الأطباء يعالجون ويشفون، والصيادلة يوزعون في الوسائل لمحاربة الفيروس، لكن الدور الأساسي والمهم سيد الكريمة هو دور المجتمع والمواطن الجزائري. يعني ولينا في شكون اللي يحمي نفسه، ما تحميش حتى الآخر، احمي نفسك فقط. تحمي نفسك معناها تحمي الآخر لا شك فيه، تستعمل القناع كل ما تخرج من بيتك راك حميت نفسك وحميت عائلتك عندما تعود. يعني هي مسؤولية جماعية ومسؤولية فردية على وجه الخصوص. بالطبع نعم سيدتي، نعم. ونحن ماذا نريد اليوم؟ لو كان فيه دواء كما تفضل الأستاذ السيد بن بوزيد السيد الوزير، لماذا تتكلم عن الأدوية الكيميائية التي هي ضد الأنتيبيوتيك، ضد البكتيريا وقل اليوم العالمي؟ لماذا؟ لأنه لو كانت بكتيريا لا قضينا عليه، لان عندنا ادويه وعند حتى بعض البكتيريا مستعصيه، يعني اصبحت ريزيستانس بكتيريان، اصبحت البكتيريا مقاومه للادويه، فانتجنا دواء اقوى منها ونؤثر عليها وندمرها. في عالم الفيروسات نحن يتامى في الادويه، في عالم الفيروسات حتى لحد الان مثلا فيروس الايدز منذ ما يفوق 40 سنه هو منتشر، وكل من يصاب بفيروس الايدز عندنا ادويه تقلل من سرعته في الدم وتخ
تخفف من تضاعفه في القلب وتكاثره، لكن ليس لنا دواء أن يقضيه تماما وينظف الجسم من فيروس. فيروس الهربس، كلنا عندنا فيروس الهربس، كلنا في كبار السن، كل ما يعود لنا حمى الهربس في الشارب الأفقي أو الأسفل أو في الذقن، كل ما يعود. لماذا؟ لأن هذا الفيروس تعيش معنا إلى الأبد حتى نتوفى. وعندنا دواء ما يسمى بالزوفيراكس أسيكلوفير، هذا الدواء نشربه أو نستعمله كدواء أو كحتى يعني تسهيل لغلاف كابومات. لماذا؟ ليقلل من الفيروس من تكاثره. فهنا الخطاب الوحيد للمواطن والنصيحة الوحيدة، وأنصح نفسي قبل أن أنصح أخي المواطن، وأنا أنصح أخي المواطن، وربما والله أصبحنا نظهر كثيرا في الشاشة، وحتى بعض الإخوة قالوا لي أصبح تظهر يا دكتور أرجع للعمل بقى إلا في العمل. قلت له لا، إن شاء الله إذا كان ننام ساعة، وأنصح 17 ساعة نقوم به، لأنه الوقت يسبقنا والفيروس بسرعة هائلة. فإذا أردنا أن ننصح إخواننا ونظهر في الشاشة حتى نزيد من دعم الإذاعات والتلفاز الجزائري، وندعم وزارة الصحة وندعم الأطباء، ونخفف ظهور، هو كيف ننصح إخواننا المواطنين والمواطنات، وكيف نقوي إيمانهم بأن هذا الواقع واقع حقيقي، والفيروس موجود حقيقي ويعدي ويقتل، وكيف نخفف العبء على الأطباء ونترك المجال للأطباء أن يعالجوا المرضى الحقيقيين. نعم. المرضى الذين لهم أزمة قلبية، لهم مرض سرطان، لهم مرض سكر، لهم مرض في الرئة، لهم مرض في الكبد. لأنه إذا كل مستشفى يكتظ بأمراض الكوفيد 19، فالمرضى الآخرين لا يعالجون، لأنه ليس فيه أسرة وليس فيه الأطباء مرهقون من علاج كل ما هو مصاب بالكوفيد 19. فهنا نخاطب كما تفضلتين سيدتي الضمير الفردي والضمير الجماعي بأنه مسؤولية الجميع، والله مسؤولية الجميع. وحتى إن أصيب بعض الأشخاص ولم يظهر فقط الإجراءات الوقائية، شفنا أيضا عبر فيما يخص وزارة الشؤون الدينية التي طالبت غدا ستكون هناك جمعة موحدة فقط للتحسيس وتوعية المواطن من خطر هذه الجائحة. أيضا يعود معنا دكتور مكي، كما تحدثنا فيما يخص المسؤولية الفردية والجماعية، يجب الآن التقيد بالإجراءات الوقائية إذا لم نرد، في خاصة يعني المجتمع الجزائري إذا لم يرد يعني غلق أو تطبيق الحجر الشامل وغلق يعني كل شيء، وهذا ما سيؤثر أكيد حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية أيضا. نعم سيدتي، هنا لازم على المواطن أن يفرق ما بين هل نريد الخير والمنفعة للمواطن مهما كان، أم نريد أن نكتسب ربما رزق من تجارة أو من وندمر الباقي من الأشخاص ومن حتى التاجر نفسه. إذا مثلا أعطيك مثال، في بعض المستشفيات السلك الطبي هو معدي بنفسه بالفيروس، فمن الذي يعالج؟ فإذا كان من أجل كسب تجاري، لما لا نغلق ونخفف حتى يعني يفوت مثلا بائع الأحذية وبائع الأقمشة وبائع هذه الأدوات؟ ليست ضرورية. إذا تركنا الصيادلة وبائع المأكولات وبائع كل المواد الغذائية، هذا لا بأس به، لكن كذلك بقيود واحترام القفازات واحترام القناع واحترام هذا. لما لا كل ما نغلق الأماكن التي يوقع فيها الاكتظاظ، وخاصة الأسواق التجارية التي يدخلها 1000 في شخص في نفس الوقت صباحا لشراء، هنا يكون فيه الكارثة. مثلا مباراة الكرة، مثلا الشبان في الأحياء، هنا تمنع. كذلك في الإدارة، نحن مثلا نحن حتى في المخبر في المستشفى منعنا أن نلتقي لوجبة الغذاء حتى نكون جماعة، بل طلب منا أن نكون اثنان فقط في غرفة الأكل حتى نشرب القهوة أو في الاستراحة أو في الغداء. هذا وقت لمدة قصيرة، مدة شهر ربما شهرين. في بعض الإخوة ربما يقلقون، من يقول لك ماذا نأكل وإحنا التجارة غادي نفلس. يا أخي ما تفلس، إن شاء الله تحمي نفسك لمدة وربي عودك. لذا يجب تطبيق الإجراءات الوقائية، يعني حتى إحنا شفنا في بعض التقارير التي يعني نقوم بها بقناة النهار، يعني شفنا حتى أن التجار هم من
يوزعون الكمامات من أجل يعني عدم غلق محلاتهم، يجب فقط التقيد بهذه الإجراءات. فقط دكتور لكي نختم النقاش معك فيما يخص اللقاحات، يعني هناك ضبابية فيما يخص اللقاحات، هناك تسابق دولي لإنتاج هذه اللقاحات بنسب متفاوتة 94-99% لقضاء على فيروس كورونا، يعني في ظل الانتظار لوصول هذا اللقاح، ما الذي يجب فعله الآن؟ اللقاحات هي يعني المعطيات التي نشرت هي حقيقية، ليست تزيف حتى نؤكد للمواطن الكريم. الشركات كبريات في العالم ولها ملفات ومراقبات ولها خبرة، والتطور للقاح الأمريكي والروسي تطور جديد في العلاج، ومن يشكك في هذا اللقاحان؟ لماذا المريض بالسرطان، عافانا الله وإياكم وشافى كل مرضى السرطان، لماذا يؤمن بالشيميوثيرابي وهي تضره وتسقط شعره وتعطيه القياء وتضر كلاه وتضر الكبد، لكن يتحملها لأنه له نية وآمال أن يشفى بهذا الدواء الذي هو مضر جدا للشيميوثيرابي، الدواء الكيميائي. وكيف لقاح مصنع بتقنية عالية رفيع المستوى نشكك فيه وندخل فيه؟ لا سيدتي، بالعكس، هنا كل هذه المعطيات ليست تسابق عن طريق شراء آلة أو شراء قطعة ذهب أو شيء. هنا علم حقيقي، وهنا يعني تطور في البحث وتطور في العلاج، فاللقاح سوف يكون مفيد، فربما إن شاء الله ربما تطلع علينا الهند كذلك بلقاح جديد، وهنا هذا من أحسن التسابق، سوف يعطينا نحن كعلماء أن ننصح الإخوة ماذا يستعملون كلقاح، وخاصة الوطن الجزائري الأخصائيين وخاصة معهد باستور والسيد وزير الصحة لهم كل القدرة أن يشتري سواء اللقاح الأمريكي أو الروسي أو ربما الاثنين، وحتى نلقح الشعب الجزائري في نفس الوقت بالقدرة التي تكون إن شاء الله. إن شاء الله وهذا ما يعني هو فقط ليس تشكيك يعني فيما يخص التسابق الدولي للقاحات، وإنما يعني في انتظار يعني اكتمال التجارب تحت السريرية أو التجارب الأخيرة فيما يخص اللقاحات، وأيضا وصوله إلى الجزائر، وما هي اللقاحات التي ربما تتحمل درجة الحرارة اللي من أجل أن تصل الجزائر ويمكن شراؤها، يعني هنا يعني في انتظار وصول كل هذه المرحلة يعني يجب فقط التقيد بالإجراءات الوقائية. تفضل دكتور. نعم سيدتي، هو للوصول للقاح للجزائر ربما يكون في شهر مارس أو أفريل القادم، فما نتمنى إلى ذلك الحين فنكون إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يقضي على الفيروس ويصبح كفيروس أنفلونزا ويصبح موسمي ويزول إن شاء الله. لكن إذا بقي وخاصة بعد عطلة ديسمبر، نحن في فرنسا مثلا في أوروبا نتخوف بأنه سوف ينقص من بين أوائل ديسمبر إلى العطلة، من بعد عطلة حفلة آخر السنة، لكن بعد العودة في جانفي والدخول المدرسي من جديد والاجتماعي، فنتخوف هل سوف ينتشر أم سوف يزول. وإلى ذلك الحين فعلينا إلا بالقناع، تطهير الأيدي، احترام البعد المسافي، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجزائر شعبا ووطنا وحدودا، وأن يحميكم ويحمينا جميعا إن شاء الله. لكن حيني أختني فرصة من هذه الشاشة الكريمة سيدتي، أطلب من كل الجزائريين في المهجر سيدتي الكريمة أن يدعموا الوطن الحبيب ويدعمون المستشفيات. ونحن كجمعية الشفاء التي يترأسها زميل الدكتور خباب رئيسها، وفيه نائب الرئيس دكتور بليل من بوسعادة، أنا كأمين عام، بعثنا في هذا الأسبوع ل 14 مستشفى جزائري 14 ولاية، جزاكم الله خير، مدعمات ونشكر على هذا كل الخطوط الجوية الجزائرية، السيدة وقتي وكل عمال الفارماسي سنترال السيدية المركزية للجزائر والجمارك، على السيد وزير الصحة الذي سهل لنا ودعم هذا. فاليوم توزع كل مدعمات، فأطلب كل جزائريين في كندا وفي بريطانيا وفي فرنسا والخليج، تنتقدون الدولة وتنتقدون البلد، اليوم لسنا في حاجة للانتقاد بل في حاجة للمساعدة والتضامن، أيضا توحيد الصف والتضامن والتدعيم لبعث الأدوات، وهذا ليس فيه حشمة ولا بالعكس، من الجانب الإنساني، من جانب نحن هنا دعمنا المستشفيات الفرنسية في الحملة في الموجة الأولى، أنا شخصيا دعمت المستشفى الذي أنا فيه بالمال وبالقناع، فكيف لن ندعم وطننا؟ ونحن بحد الآن دعمنا 28 ولاية، فإن شاء الله نطلب من المشاهد الكريم إن أراد أن يتصل بنا عن طريق جمعية الشفاء www.ashefa.fr يتصل بنا ندعم، والحكومة الجزائرية أطمئنكم أيها المشاهد الكريم بأن لازم يكون فيه ثقة ما بين المواطن في الحكومة وفي السيد وزير الصحة وفي وزارة الصحة وفي المستشفيات، إن شاء الله. لأنه ما يبعث يصل.
إلى المريض ويعالج في الولايات، وأشكركم أن أتحتموا لي هذه الفرصة. شكرا. لا شك على واجب. شكرا لك دكتور عبد المومن يحيى مكي، مختص في علم الفيروسات بمستشفى ليون بفرنسا، شكرا جزيلا لك. تلتحق ايضا معنا عبر الهاتف الدكتوره نجاة موفق، رئيس مصلحه الامراض الصدريه مستشفى وهران. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بالامراض المعديه. الأمراض المعدية بمستشفى وهران. إذا دكتور نجاة موفق، نتحدث اليوم فيما يخص بداية حول الوضعية بالمستشفيات في ظل ارتفاع فيما يخص الإصابة بداء كورونا، يعني تجاوزنا عتبة 1000 إصابة يوميا. نعم، احنا شهدنا ارتفاع منذ منتصف شهر أكتوبر، وهذا الارتفاع في تزايد في كل النقطة الجزائري، وإحنا عندنا حسينا به في مستشفى وهران، وخاصة راهم يجوا في حالة محرجة جدا، وخاصة منهم المسنين واللي عندهم أمراض مزمنة، ويجوا في حالة وين يلقى لهم يدخلوا للمستشفى. دونك إحنا لقينا باللي كاين هذو كثرة هاد الفئة من المرضى يلقى لهم مستشفى، يليق نكثروا من الاسيرات على الاكسجين واسيرات على الانعاش. ولذلك السلطات من الولايه و لا ديريكسيون دو سونتي وحتى في مديريه المستشفى راهم يستعدوا باش ثاني يكثروا من الاسيره ويكثروا من البيرسونيل، يعني الممرضين والاطباء لكي نجموا نقاوموا هذا الوباء في المستشفيات. طيب دكتورة، يعني فيما يخص يعني حتى وزير الصحة يعني صرح أنه سيتم تزويد مصالح الكوفيد عبر القطر الوطني ب 1800 سرير، يعني هل هذا ربما كاف في ظل ارتفاع يعني عدد الإصابات، خاصة يعني الحالات المستعصية التي يعني تستحق أنها يعني تكون في غرف الإنعاش إلى غير ذلك؟ في الوقت الحالي هي تكفي، ومن بعد نشوف تطور الحالات، وحنا سنتأقلم مع التطور. ولا زادت الحالات نزيدوا الأسرة، لاش نخفض نعاودوا نقصوا، دونك حنا نعيشوا مع التطور الوباء. نعم دكتور نجاة موفق، يعني لو نتحدث ايضا فيما يخص الامراض الاخرى، يعني كيف هي مصالح يعني مثلا السرطان او المصالح المتواجده على مستشفى وهران؟ اي رغم احنا ما حبسناش الاكتيفيتي تاع السرطان ولا تاع الجراحه ولا اكيد الأطفال. لكن التركيز يعني مؤخرا يعني اصبح حول مصلحه الكوفيد، يعني شخصنا دي سيرفيس، كثرنا من الاسئله تاع الكوفيد، لكن المصلحات الاخرين يخدموا نورمال، ما نقصوش من الاكتيفيتي تاعهم، يخدموا نورمال. طيب طيب دكتورة، يتحدث أيضا وزير الصحة صباح اليوم فيما يخص الاستهلاك العشوائي للمضادات الميكروبية، وقال أنها تعقد أكثر من الأزمة الصحية الراهنة. نعم هذا مشكل كبير، احنا نعرفوا باللي في القرن العشرين اخترعت المضادات الحيوية وكان عندها أثر كبير إيجابي في حياة الإنسان، وكانت تقضي على الأمراض اللي كانت تقتل في الماضي، والإنسان كان يتفائل ويقول سيقضينا على الأمراض الميكروبية، لكن في الآونة الأخيرة اكتشفنا بأن كاين ريزيستونس ولا الميكروب هاد لي زانتيبيوتيك ولو ما يديروا له والو، لأن كان فيها إفراط في استعمالها، ولهذا ولوا لي لابوغاتوار كل ما تصرى ريزيستونس في ان انتيبيوتيك تضطر تصنع لي زانتيبيوتيك انكور بلو فور اشاك فوا. من بعد وصلنا لواحد الموصل وين كاين بكتيريا اللي تكون محصيه لكل لي زانتيبيوتيك، ما نلقوش باش نداوو. دونك هذه مشكله، ومشكله تاع لا ريزيستونس اوز انتيبيوتيك هي مشكله عالميه، ونواماس تاكدت عليها وضربت كما قلنا ناقوس الخطر باش تقول ستوب، يليق نخدموا ونستعملوا لي زانتيبيوتيك بصفه مليحه ريفليشي، حاجه نخدموها نيشان. ميم الوزاره الصحه تاعنا وصلتنا دي بليزيوغ زاني، هذه شحال من عوام كاين كوميتي دي زانتيبيوتيك، خدمنا بزاف باش نستعملوا جيدا لي زانتيبيوتيك وما يكونش افراط في زانتيبيوتيك. رانا نخدموا هذا العمر متواصل باش نتجنبوا لا ريزيستونس للانتيبيوتيك، يعني خاصة يعني نشوفوا دكتورة يعني في هذا الوباء رانا نعيشوا واحد السيتياسيون اللي
بيزار كاع الناس راه تشرب لي زانتيبيوتيك حتى بلا وصيه الطبيب. الناس تروح تقول لك انا شك كوفيد نمشي يعني ظنا منها انها ستحميها من الكوفيد يعني خاصه لما لي زانتيبيوتيك جينيرالمون ما يدير والو. نعم. مي راهم يشوفوا بزاف لي زانتيبيوتيك وخطرات ميم الاطباء كي يشوف واحد مشكوك فيه يديروا له دو ولا تخوا زانتيبيوتيك راهم يكثروا. وحنا من بدايه افريل مي ولينا نتخوفوا قلنا اتونسيون هاد لي زانتيبيوتيك اللي راهم يستعملوا بصفه مطرطه من على عام غادي نكتشفوا مشكله اكبر أكيد. هي لا ريزيستانس. ومن بعد كيجي الانسان يمرض من تعب الصحه بالميكروب ما نلقوش الانتيبيوتيك باش نداووه. هذه مشكله عويصه. دونك الميساج اللي نمداه اتونسيون عندنا بروتوكول تاع الوزاره باش نداووا الكوفيد الا نستعملوه كون لو ريسبكت. كاين كل طبيب كل مستشفى راهم يديروا بروتوكولات وحدهم. هذه لك فريمون اللي قلنا نهزوا ونشوفوا شراكات المستشفيات الاخرى وخاصه المواطن الجزائري راه كيمرض يروح عند الفارماسيان وخاطر الفارماسيان يمدها ان اوردونونس تيب كاع لي مرض يشربوا زيترو ماكس يشربوا بالزنك فيتامين سي ولا عندهم نفس الادويه دي كل المرضى تاع المشكين واحد يشك في روحه الكوفيد. نعم. ولا يقول لك كنت مع واحد في مشكوك فيه الكوفيد بغا يشربوا. نعم اكيد. نعمل روحي هذه ما كانش حمايه. نعم. لكن من العوام غادي تكون كارثه كبيره في محصية البكتيريا على. نعم شكرا شكرا لك يا دكتورة نجاة موفق رئيس مصلحة الأمراض المعدية مستشفى وهران. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نتوقف لنا مشاهدينا عند